تستعمل السيدات عدداً وافراً من الحلل والقدور أثناء طهي الوجبات الرمضانية، وغالباً ما تلتصق بها الدهون، مما يصعب إزالتها بسهولة. لذا يقدم سيدة نت لقارئاته طريقة فعالة لتنظيف الحلل. أنت بحاجة إلى القليل من الملح، نصف حبة من الليمون الحامض. املأ الحلة بالماء المغلي وأضيفي إليها الملح، ثم أفرغي المزيج وافركي سطحها الخارجي بنصف حبة الليمون الحامض. أخيرا اشطفيها بالطريقة الاعتيادية.